للورق، ايش حيستخدم ورق هو؟ استخدم الاي 4 في التعليم اول شيء؟ نعم. يشخمط فيها ويخطئ وكذا؟ صحيح، ممكن يستخدم الاي 4 العادي. ايوه. في البدايه، ثم بعد ذلك في المراحل المتقدمه يحتاج انه يستخدم اوراق الكوشيه، اوراق لماع. اوراق لماع كوشيه؟ ايوه. فهذه تجي جاهزه، كراسه جاهزه، ما ياخذ كراسه جاهزه او اوراق تجي لوحدها يستفيد منها. تمام. هذه كراسة خط، وحتى الورق مربوط مع بعض أحسن من الـ A4. هذا يبدأ يكتب فيه. والمقاس A4 يبدأ. تمام تمام. جزاك الله خير. بارك الله.